السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ماشي ما خطاش مزيان. نعم. الحق فيما معناه أنه لا يظهر المسيح الدجال فيكم إلا بعد أن تتوقف المنابر عن ذكره. نعم. أو لا في الخطب ديال الجمعة. نعم. كنتمنى من هذا المنبر أنك توجه دعوة أو لا تعمل شي مجهود أن الخطباء يهضرون عليه باش نتفادوا أنه يظهر في الزمن ديالنا، لأن كاين بزاف ديال الأقوال وديال الأخبار على أننا في الزمن ديالو، يعني أصبح وشي كان. لا إله إلا الله. ندعو الأئمة إلى كانوا كيسمعوا الخطباء واللي غيورين على الدين أنهم يذكروا بالناس بهذا الفتنة اللي حذر منها جميع الأنبياء والرسل. أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال. نعم. فنتمنى أن الأئمة يذكروا مرة في العام، مرة ما عرفتي التردد شنو، بالحق يقدر يكون مرة في العام راه كنظن كافية، لعل الله يرحمنا من هذه الفتنة هذه. يا ربي يا كريم لله. اسمح لي عم يفرج. شكرا لك، شكرا لك للا بنت مروة، شكرا لك، تحية إليك كبيرة. للا مروة، بالنسبة للسؤال الثاني، الحديث عن المسيح الدجال، أي نعم وردت فيه أحاديث كثيرة أنه كلما ذكر المسيح وذكر به بعدت الشقة بيننا وبينه، وكلما غفل الناس عن ذكره اقتربت الشقة. من هو المسيح الدجال؟ هو علم من أعلام قيام الساعة. الساعة قد تقترب وقد تبتعد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فالساعة قد تقترب وقد تزول، وربي قال لك أخفاها. قال بعض المفسرين أخفاها حتى عن نفسه العلية وهو علام الغيوب، أخفاها حتى لا تعلم نفس ما تسعى، جعل الله خفية. لكن العلماء قالوا بأن الساعة تقترب وقد تبتعد. كلما كثر الصلاح وكثر الإيمان وكثر أهل الخير والفضل، الساعة بعيدة تبتعد تبتعد. وكلما كثر الفسق والفجور واعتلت كلمة الشيطان إلا وتقترب الساعة. والمسيح الدجال هو علامة من علامات وأمارة من أمارات اقتراب الساعة، أنه لما يكثر الفساد في العالم وفي الأرض، ويكثر الظلم وتتغير المفاهيم، كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا؟ المنكر يصبح معروف والمعروف يصبح منكر. والعلماء يسيرون في الهامش، لا يعودون حاضرا بقوة في المجتمع، يكون في الهامش. وتجد العلماء يقفون على باب السلطان يطلبون العطايا ويطلبون الأرزاق وينسون الخالق الذي هو الرازق. وأيضا ترى بأن الناس يبتعدون عن القيم الدينية، فيقع هناك الفسق والفجور والكذب والبهتان وغير من المظاهر، ثم تقل الصلاة، ثم تغلق المساجد. هنا مربط الفرس، تغلق المساجد، يقترب موعد المسيح الدجال. إذا جاء موعده فإنه يظهر، هو مخلوق غريب خلقه الله تعالى. عينه فيها عور، العين اليمنى، ومكتوب فيها كفر على جبهته، كفر كاف ثأر، يعني أنه كافر، وهو يعلن الكفر وهو أعور. وقيل بأنه عنده قدرات مذهلة، ربنا عز وجل جعله كمصدر ابتلاء، أعطاه قدرات مذهلة المسيح الدجال، أنه يستطيع أن يكون في أقصى الأرض فتأتيه الأخبار في أدنى الأرض، وكأنه أجهزة تنصت ومواصلات عالمية، أنه يكون في أقصى الأرض فيأتيه الخبر في أدنى الأرض، يعلمه للتو. الناس كيقلبوا على الأخبار، هو كتجي الأخبار ديك الساعة يخبر بها ما يقع في الأرض في شرقها وغربها. ثم إنه عنده قدرة على أنه يحرك السحب، يكون الأرض هنا قاحلة
فيأمر السحابة وتأتي إلى الأرض الفلانية وتمطر، يتحكم في حركة السحب. ثم إنه عنده قدرة على أنه يذهب إلى الأرض القاحلة فيضربها بالعصا تنفجر فيها الأنهار ويكثر فيها الكلأ والزروع والثمور، فالرزق بيده، أعطاه الله القدرة على أن الرزق يتدفق على يديه. ثم أعطاه الله القدرة على إحياء الموتى، أنه يذهب إلى مكان ويقول للعباد انظروا ماذا أصنع، ويبدأ في هذه الإنجازات، الناس ينبهرون، هذا إنسان يعلم الأخبار في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يأتي بالأرزاق وإنه يحرك السحب. فيقول أنا ربكم الأعلى وأنا أحيي وأميت، فالناس يخشونه ويقولون أي نعم أنت ربنا الأعلى، والكل يستكين أمامه. قيل في الحديث النبوي الشريف الصحيح: إلا شاب من أهل الله ربط الله على قلبه فينظر إليه ويقول: بل أنت المسيح الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كافر. فيغضب المسيح الدجال ويحمل سيفا يضرب به هذا الشاب، فيقسمه نصفين، يضرب على رأسه فيقسمه نصفين حتى يراه الناس قد انقسم إلى نصفين، مات. ثم يقول له: قم، فيقوم ويحيى من جديد، ويقول: ألم أقل لكم إني أحيي وأميت؟ فالناس ينبهرون ويسجدون له ويقولون: أنت ربنا. إلا ذلك الشاب يقول: والله ما ازددت إلا يقينا أنك أنت المسيح الدجال. فلا يستطيع بعدها المسيح الدجال أن يؤثر في هذا الشاب أو يقع له أي شيء من أعماله الشيطانية. هذا حديث طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء أجروه على ظاهره، قالوا هكذا سوف تعود البشرية. البشرية هي الآن متقدمة، عندنا التقدم الحضاري، عندنا الانترنت، عندنا ناطحات السحاب، عندنا السيارات الفخمة والطائرات النفاتة والقطارات المكوكية. قالوا بأن هذه الأمور ستزول في تاريخ البشرية، سيأتي يوم من الأيام الانترنت سوف يتوقف، ونسمع آراء بين الفينة والأخرى أن فعلا خدمات الانترنت سوف تتوقف، لأن القمر الاصطناعي قريب من شهب الشمسية وسوف يدوب، ولن يبقى إلا خدمات محدودة جدا تستخدمها بعد الإدارات الأمنية والعسكرية العامة، أما عموم الناس سوف يزول عنهم الانترنت. هذا يقال. أيضا الثروة المتواجدة والسبب في الطاقة بحال البترول والغاز الطبيعي وغيرها سوف تنضب تقل، وبالتالي تتوقف السيارات والطائرات ويتوقف الكهرباء، ومن ثم يعود الناس إلى الحياة البدائية ويعودون كما كانوا من قبل، وهنا سوف يظهر المسيح الدجال. هذا تفسير ذكره بعض أهل الحديث ممن يأخذون الأحاديث بظاهرها، علماء آخرين يأخذون بالرمز وبالإيحاء، فقالوا بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث لنا بالمقصود أن المسيح الدجال ليس بشر، لا تتصور بأنه رجل كمثلنا، لأن البشرية كثيرة مليارات البشر. قالوا إنه كناية عن الحضارة الغربية التي سوف تأتي في زمن من الأزمان وتتقوى، الحضارة الغربية سوف تتقوى وسوف تتبنى خيار أن الله تعالى غير موجود، أو في أحسن الأحوال تقول أن الله موجود لكنه لا علاقة له بالعالم، أو أن الإنسان استغنى عن خدمات الله، يسمى السوبرمان، الإنسان القوي الذي لا يحتاج إلى ربه، إنه طور الفلاحة وطور الزراعة وطور الطب وطور المواصلات ويستطيع أن يدبر الشؤون نفسه بنفسه، واستعمل النظام الديمقراطي والتداول على السلطة وقرر قانون حقوق الإنسان ويعرف قانون الحريات العامة ويعرف كل شيء، فهو لم يعد محتاج إلى ربه. قالوا هذه الحضارة الغربية لماذا أعور؟ قالوا لأن الحضارة لها شقين، شق مادي وشق معنوي. أما الشق المادي فهو متواجد، ناطحات سحاب وهناك مؤسسات وإدارات وشركات كبرى وتقنيات هائلة ونظم إدارية وقوانين متقدمة للغاية، فالحضارة الغربية تقدمت بشكل مثير في الشق المادي، لكن الشق المعنوي غير موجود. هذا معنى أعور،
يعني عين تبصر بها، العين الثانية لا تبصر بها أعور. قالوا لأن القيم الأخلاقية في الحضارة الغربية ضعيفة جدا، إن منهم من لا يؤمن بالله، ومنهم من يؤمن بالله ولكنه لا يعترف بجلاله وكماله، هذه أكبر خطية. ثم إن هناك الهدف من الحياة، ما هو الهدف؟ الهدف عند أناس في الحضارة الغربية هو التحقيق المزيد من المكاسب، البحث عن المال والمكاسب والسيطرة على الأشياء، هذا هدف، هدف في حد. نحن في الإسلام المال مجرد وسيلة، نحن هدفنا الأكبر هو عبوديتنا لله، لكن في الحضارة الغربية الناس يجرون للبحث عن المال، كما قال أوناسيس الذي كان أغنى رجال العالم في العالم الغربي، لما سألوه كيف صرت غنيا، ما هي القواعد التي استعملتها حتى أصبحت من أغنى أغنياء العالم، قال لهم لا سول راجل دون لو مون سيكو با دو راجل، انه ليس هناك اي قاعده، القاعده الوحيده المتواجده في الوجود انه ليس هناك قاعده، يعني دعه يعمل، دعه يسير، يمر على الجماجم، على الارواح، يخترق الحجب ويتعدى على التقاليد والعادات والحرمات، لا يهم، المهم الوصول الى الهدف، الى المال، الى الشهره، الى المكاسب. هذه الحضاره الغربيه في شقها المادي القوي، والشق المعنوي ضعيف جدا، حتى رأينا هناك زواج المثلي في الكنيسة، زواج رجل برجل في بريطانيا، نسبة الزواج المثلي تعدت كل الأرقام القياسية، وجاء بعده زواج الأنثى بالأنثى، وجاء الكثير من الأشياء التي نحترم المستمعين عن ذكرها تدل على حيوانية الإنسان، فقالوا هذا هو المسيح الدجال. بالمقابل التطور في المجال الفلاحي، هناك طائرات نفاثة تستطيع أن تحرك السحب من مكان إلى مكان وتمطر الأرض أينما أردنا، فالدليل على القدرة على التحكم في السحب طيارات نفاثة هوائية. ثم التطور في مجال الفلاحة، أن هناك التلقيح في المواد الفلاحية، فعندنا ألوان وأشكال نتحكم في الجينات الفلاحية، والقمح في أمريكا مثلا في فائض، كل سنة هناك أطنان، مئات الأطنان فائضة، حتى لا يبيعونها في سوق وتؤثر على ميزان المبيعات، يرمونها في البحار ولا يعطونها للبشر، والله تعالى له حكمة، ربما أراد أن السمك هناك في البحر يقتات عليها. وهكذا حتى الصناعة الطبية، لاحظنا تطور طبي كبير في زماننا، هناك زرع القلب، وهناك زرع الأعضاء، وهناك من يبحث عن الروح وتمديد الأجال، فيها تطور، هذا ما يسمى بالمسيح الدجال. بعض العلماء قالوا إنه أسلوب الرمز. على كل حال، المسيح الدجال هو علامة من علامات الساعة، كلما أغلقت المساجد، وكلما قل مؤشر التدين في المجتمعات، وكلما كثر الإفساد والمفسدين، كلما اقترب أجل ظهور المسيح الدجال. بعض العلماء قالوا بأن جائحة الكورونا هي عبارة عن دق لناقوس الخطر فقط، الله تعالى يحذرنا، ولهذا في جائحة الكورونا رغم الأزمة الاقتصادية والتأثير السلبي على المال والأعمال، لكن في جائحة الكورونا الناس عادوا إلى ربهم، كثير من الناس صاروا أكثر تدينا وصاروا أكثر قربا من الله، وهذا فيه إيجاب، لأن هذا عبارة عن ناقوس خطر يدق، وإلا إذا لم ننتبه له فمعناه اقتراب وقت المسيح الدجال. لكن كلما ازداد التدين وازداد الصالحون والصالحات وازداد ذكر الله وغلب الصلاح على المجتمع، فإن فترة بزوغ المسيح الدجال ربنا يبعدها، إنها تقترب وتبتعد بحسب إيمان الناس وقلة إيمانهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.